فيديو النهاردة مطلوب من أحمد دي إكس 3، كان عايز تجميعه بسعر 4500 جنيه، وأي حد زي أحمد عايز تجميعه في أي فئة سعرية يكتب لي في الكومنتات وأنا هعمل له فيديو بالتجميع بتاعته في أقل من أسبوع. النهاردة جبت لك تجميعتين، واحدة جديدة والتانية مستعملة. هتقول لي أنا أجيب الجديدة طبعا، طب شوف الفيديو للآخر وأنا هقول لك إمتى تجيب الجديدة وإمتى المستعملة. بسرعة كده هقول مواصفات التجميعتين وبعد كده هقول لك أنهي أفضل ليك حسب استخدامك، وزي ما بقول لك كل مرة هات ورقة وقلم واكتب القطع عشان تنزل تختار كل حاجة بنفسك. أول حاجة التجميع الجديدة رايزن 3 3200 جي مع كارت شاشة داخلي فيجا 8 سعره 1900 جنيه مع بوردة A 320 M سعرها 1050 جنيه مع 8 رام 4x2 DDR4 سعرهم 700 جنيه وهارد 500 جيجا بسعر 200 جنيه وكيسة مع باور 400 وات بسعر 700 جنيه. كده التجميع كلها سعرها 4550 جنيه. تاني حاجة التجميع المستعملة i7 جيل تالت 3770 بسعر 1200 جنيه مع بوردة H61 بسعر 350 جنيه مع كارت شاشة GTX 960 بسعر 1550 جنيه مع 8 جيجا رام DDR3 بسعر 400 جنيه مع هارد 500 جيجا ب 200 جنيه كيس مع باور 400 وات ب 700 جنيه. كده التجميع كلها ب 4400 جنيه. طب امتى اشتري التجميع الجديدة وامتى اشتري التجميع المستعملة؟ انا هقولك باختصار، لو انت مثلا معاك دلوقتي 4500 وبعد مثلا شهر او شهرين كمان هتقدر تجيب 2000 جنيه، فانت كده هتعرف تجيب فلوس كل فترة وهتقدر تحدث على التجميع، فهات التجميع الجديدة على طول، يعني انت هتجيب التجميع بالمواصفات اللي انا قلتها لك ب 4500 جنيه، بعد فترة لو عرفت تجيب كارت شاشة ب 1500، كارت شاشة GTX 960 هات وحط على التجميع الجديدة، هتديلك أداء أحسن، وبعد فترة هات الرايزن 5، هيديك أداء أحسن وأحسن. وهكذا هتقدر تحدث على التجميع زي ما انت عايز، كل فترة هتقدر تزود بروسيسور او كارت شاشة او رامات زي ما انت عايز. لكن التجميع المستعملة بتديلك أداء كويس جدا دلوقتي، بس في المستقبل مش هتقدر تطور فيها، يعني لو انت معاك 4500 ومش هتقدر تزود عن كده بعد سنة مثلا مش هتقدر تطور أكتر، فهات التجميع المستعملة على طول، هتديك أداء كويس في المونتاج وفي الألعاب وهتشغلك كل اللي انت عايزه. بس لو انت هتقدر تجيب قطع تانية وتقدر تحدث تاني هات التجميع الجديدة عشان ليها قابلية للتحديث أكتر. وزي ما انت شايف في البنش مارك التجميع الجديده مش بتدي لك احسن اداء في الوقت الحالي، بس لما تطور في المستقبل هتدي لك اداء كويس، واكيد دي تجميع جديده فانت هتكون ضامن للقطعه. لكن التجميع المستعمله في الوقت الحالي هتدي لك اداء كويس جدا، بس في المستقبل مش هتقدر تتطور اكتر من كده. وبس انت دلوقتي اكيد عرفت انهي انسب ليك حسب استخدامك. اكتب لي في الكومنتات انهي تجميع عجبتك اكتر وانهي المناسبه ليك. اتمنى يكون الفيديو عجبك. سلام.